يا مساء الفل، واهلا بيكم في قعده جديده من قعده مسلسلات. هكون موجوده معاكم فيها انا منى يحيى وخلود خالد. منى ازيك؟ انت اللي ازيك؟ عامله ايه؟ كله حلو؟ كله تمام الحمد لله، وقاعدين اهو مبسوطين وبنتفرج على مسلسلات رمضان والدنيا حلوه. يعني ايه تابعتي اخر حاجه؟ يعني انا الحقيقه متابعه دايما ظل راجل، عامل صدى كبير قوي. ظل راجل مسلسل بجد انا بالنسبه لي السنه دي يعني البريمو احسن واحد واحلى واحد عامل دور اب ياسر جلال. لا هو ياسر جلال الحقيقه بقى فتره تالق بشكل كبير جدا، ما بيعملش مسلسل زي ما يقولوا كده بالبلدي بيجلي منه، بقاله 3 4 5 سنين كمان بيعمل مسلسلات، مسلسل يعني مسلسل تقيل. انا اصلا من كتر ما انا متلخبطه بدل ما اقول لهم هاتوا ظل الراجل اقول لهم هاتوا ظل الرئيس. يعني هو من كتر ما الواحد فعلا حابب مسلسلات يعني ياسر جلال. طبعا هو اثبت نفسه الفتره الاخيره دي بشكل كبير، وبقينا كل سنه حابين نشوف، يعني حابين نشوف ياسر جلال بيقدم لنا ايه السنه دي. الحقيقه انه السنه دي مسلسل ظل راجل بيناقش قضيه كمان مهمه جدا جدا جدا، انا يعني شايفه انه بيلمس الناس قوي، قضيه الاب والبنت اللي بيحاول طول الوقت يحابي عليها ويحافظ عليها وتطلع بره طوعه فجاه، وهي قيس فجاه البنت دي فعليا بتكسر ظهره. بس انا عاجبني في المسلسل الشكل، يعني وجود نرمين الفقي ووجود انعام سلوسة، كمان طبعا دكتور احمد حلاوة، الناس دي كلها عاملة جو وشكل للبيت المصري حلو. يعني الشكل الطبيعي الشكل يعني الطبيعي، مش حاسة انك بتتفرجي على حاجة هي فوق قوي وين بالظبط، يعني الشكل الطبيعي بتاع البيت المصري بالظبط. حتى يعني طريقتهم في ان هم يعني متضايقين من البنت، او طريقتهم في عقاب البنت، عقاب الاب المصري والام المصريه، يعني اللي هو بقى ايه مفيش نروح كلاب النهارده مثلا، يعني اللي هو عادي، يعني اللي هم مطلعين كمان، يعني هم مطلعين الاثنين الطبقتين، الطبقه اللي هي بتاعه البنت اللي مامتها عارفه انها راحت شقه صاحبها وعارفه انها بتروح كلابات، والبنت الثانيه اللي بتروح كلابات وباباها عارف انها بتسهر في كلابات، ومطلع البنت اللي هي الطبيعيه، البنت اللي هي المصريه الطبيعيه اللي باباها لو عرف انها رايحه كلاب الا لحقته مرقبها علشان هو عارف ان في حفله عيد ميلاد هو عايزها تنبسط مع صحابها عشان يعني الى حد ما تعيش الجو اللي هو اللي احنا شايفينه طبعا الفتره دي مسيطر يعني اللي هو بتاع يعني بتاع كمان الخيام الرمضانيه اللي موجوده كمان الفتره دي اللي احنا شايفينها. لكن هو بيناقش القضية دي بشكل حلو جدا، ونرمين الفقي عاملة دور الأم بطريقة يعني أم يعني حتة ألم في المسلسل الحقيقة. يعني كمان رنا الرئيسة عاملة الدور بشكل حلو جدا، نور الممثلة نور طبعا، لا نور نور طول الوقت متألقة مش تفرحي حقيقة. يعني بغض النظر عن كواليس المسلسل شوفي نور تحسي انك فرحانة. محمود عبد المغني طبعا برضو هو الضابط اللي ماسك القضية، هو بيحاول ان هو عايز يجيب حق البنت، ولكن باباها رافض علشان خاطر سمعة البنت وهو مش عايز يشرد البنت. بس انا من ضمن الحاجات بقى اللي احنا يعني طبعا عايزين نتكلم عنها ان هو عارف مين اللي عمل فيها كده، عرف الولد وهو بيحاول طبعا ان هو بقى ازاي الفتره دي برضو في واحد بيساومه دلوقتي على الفيديو اللي فيه الحادثه وطالب منه 100,000 جنيه، ولكن هو مش عارف طبعا هيجيب 100,000 جنيه منه ولا عارف ازاي هيعرف ان هو يجيب حق بنته. وهنشوف بقى الاحداث هتوصل بينا لفين، بس هو من المسلسلات الحقيقه الرائعه جدا. يعني الشابو ممكن السنه دي برضو يروح لياسر جلال او يسرى. حرب أهلية السنة دي مسلسل قوي جدا 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 جدا، يسرى كعادتها متألقة، ده حقيقي، مقدمة كده وجبة كده دسمة جدا في رمضان. مسلسل قوي، كل حلقة مستو انك عندك مفاجأة، انت مستحيل تقفل حلقة النهاردة الا لما تلاقي كواليس جديدة واحداث جديدة، مش بس احداث قوية لكن كمان احداث هتصدمك. يعني بعد كل ده طبعا يسرى ضحية من اول المسلسل، باسل الخياط بيضحك عليهم واحدة ورا التانية، هي من ضمن ضحايا، لكن انا كنت متأكدة ان يسرى مش
هتقعد تتفرج عليه كده ايه يعني، ما ينفعش مش هتضحك يعني، مش هتضحك يسرى يعني يسرى، هتطلع هتنتقم وهتاخد حقها وهيبقى مسلسل قوي. اللي شفناه بقى في حلقه امبارح انه يسرى متفقه مع مراته اللي هي فريده اوكي، وعاملين عليه خطه. قال لها يسرى مراتي ضحكت عليا واخدت المستشفى بتاعتي ومش بتاعتك مني ومش عارفه ايه وبتاع. هو قاعد بيحكي ومتاثر جدا، مين طلعت؟ فريده مراته من شقه يسرى. اوه المفاجاه بقى باسل الخياط. يعني هم اكيد مش هيفضلوا سايبينه كده يعني، مش هيفضلوا بقى باسل الخياط. ايه اللي هيحصل خلال الحلقات الجايه؟ اكيد هتبقى مفاجات، اكيد يسرى هتبتدي تاخد حقها وحق بنتها اللي ضايع من اول المسلسل. لسه في احداث كتير هنشوفها، لكن انا متاكده ان الحلقات الجايه تبقى اسخن واسخن واسخن من اللي راح. ده حقيقي. كمان عندنا لعبه نيوتن، منى زكي. منى زكي السنة دي عاملة يعني برضو وجبة مش دسمة، ده يعني وجبة عارفة اللي بتقف على قلبك دي، ما اللي بجد. يعني منى زكي ممثلة صح. يعني بتتوتر بتتوتري، بتعيط بتعيطي، ولدت كلنا ولدنا معاها يعني، كلنا حاسين ان احنا بنولد مع منى زكي. صح. لا منى زكي السنة دي مقدمة دراما حقيقيه، يعني هي بتمثل بجد الحقيقه. كان وحشها الدراما واحنا كان وحشنا كمان منى زكي بالشكل هي ده. هي الحقيقه ان منى زكي برضو من ضمن الفنانات اللي هي مش بتحب انها تبقى متواجده كل رمضان، واللي هو لازم ابقى موجوده في رمضان وخلاص. لا، هي عندها ان هي كل يعني كل فتره تطلع بمسلسل ويبقى هو فعلا المسلسل يعني حقيقي. المسلسل بتاع لعبه نيوتن من المسلسلات القويه جدا. طبعا شايفين بقى اللي حاصل في المسلسل، وانه كنت ابتديت اتعصب من منى زكي يعني برودها بدا يعصبني في المسلسل غصب عنها. يعني احنا شفنا انه هم في المسمعات يا فلود. لا 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 بس يعني يا ستي ليه تولد في امريكا ما تولد في مصر؟ خلوني انت بتدافعي عن منى زكي عشان بتحبيه. عشان منى زكي ليه؟ ايوه يعني غير محترمين لكن ده حقيقي. تمام. احنا كمان معانا نسل الاغراب. نسل الاغراب امبارح قفل الحقيقه على مشهد مهم جدا. سيبكوا بقى من كل الخناقات اللي بادئه بقى لها 14 حلقه، لكن امبارح المسلسل قفل على مشهد مهم جدا، هو انه غفران الغريب كلم مع سيف الغريب قال له رجع لي امي وهديك جليله. هل بقى امير قراره عامل لعبه علشان ياخد امه وما يرجعلوش جليله، ولا هو بجد هيعمل كده؟ ده اللي هنعرفه بقى في حلقات النهارده. الحلقات النهارده تبقى مشوقه وجدا. هو اللي عجبني في المسلسل انه ده بيتخانق مع ده عشان جليله، وبدا بقى داش ومالك يتخانقوا علشان ريم سامي. الاثنين وقعوا في بعض. يعني دول بيتخانقوا عشان جليله ودول بيتخانقوا على ريم سامي، فاحنا عندنا يعني ايه بقى كده بيتخانقوا عليها كلها، عائله محمد سامي كلها في خناقه عليها في المسلسل، فهني نبدا ناخد بالنا. لا بس هو الحقيقه من المسلسلات الرائعه جدا جدا قوي. يعني هو بيشد كل حلقه فيها سسبنس، يعني احمد السقا قدام امير قراره كل حلقه ما بتزهقيش، عاوزه تشوفيهم اكتر مع بعض. ده حقيقي. انا مبسوطه ان احنا كنا مع بعض النهارده. انا اللي مبسوطه. والحقيقه يعني يا جماعه بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نلم لكم كل الاحداث الدراميه ونحكيها لكم بشكل ظريف ولطيف. يا رب نكون كنا خفاف عليكم. كنا معاكم خلود خالد ومنى يحيى.